للمزيد من التفاصيل حول عموم البلاد معنا من دمشق مازن الشامي مراسل شبكة شام. أهلا بك مازن. في البداية يعني ما تفاصيل نسف سيارة مليئة بجنود النظام على أوتوستراد دمشق حمص؟ تفضل. نعم بالفعل، يعني اليوم كان هناك انفجار ضخم وقع أمام مركز البحوث الصناعية، وذلك في منطقة السومرية وسط العاصمة دمشق. والأنباء يعني الآن تشير إلى يعني سقوط العديد من الضحايا، نعم، من الشبيحة، بالإضافة لعشرات من الجرحى واستنفار أمني كبير يعني مكان الانفجار. ولا زالت أصوات سيارات إسعاف إلى الآن تملأ المكان، فيما أغلقت يعني كتائب الأسد المنطقة بالكامل بالحواجز، فيما لا تزال تشهد عدة أحياء من العاصمة دمشق قصف عنيف، وخاصة أحياء القافون وجوبر وبرزة، كما سقطت عدة قذائف على حي التجارة وقذيفة قرب ساحة شمدين في حي ركن الدين. واليوم كتائب الأسد حاول اقتحام حي جوبر الدمشقي من عدة محاور، استطاع فيها جيش الحر صد هذا الاقتحام وتدمير دبابة، كما اندلعت الشباكات في حي. ما زين لازلت معي؟ قدم ذكي على جبهة المجمع الصناعي. طيب. حتى نستغل حتى نستغل الوقت قبل أن ينقطع الاتصال. اليوم وتيرة الاشتباكات متشددة أو مشتدة في ريف دمشق، وخاصة في المليحة بعد استهداف متارس النظام هناك. هل من معلومات جديدة عما يجري هناك؟ نعم، أنا كنت متواجد في المعركة، يعني كان كتائب الأسد حاولت اقتحام البلدة من جهة معمل تاميكو، لكن لواء الحبيب المصطفى المتواجد هناك يعني صد هذا الاقتحام وكبدهم خسائر فادحة، وتم تأكد من قتل 8 من كتائب الأسد والشبيحة، بالإضافة يعني لتدمير أو إعطاب آلية هناك. طبعا جيش الحر صد هذا الاقتحام كما ذكرنا، وهو كان هناك تسللات ايضا يعني من حاجز النور الى تاميكو، الحمد لله ايضا تم صد هذه التسللات. طيب، ان الجيش الحر استهدف اليوم الفرقه 17 بالرقه، هل من تفاصيل جديده حول هذا الاستهداف؟ نعم بالفعل، يعني ليس في الرقة فقط يعني هاي، بل في معظم المدن الجيش الحر يعني يوميا يدمر آليات، لكن في الرقة يوميا هذه الفرقة تتعرض لاشتباكات عنيفة، وبالفعل يعني الجيش الحر استطاع اليوم تدمير عدة آليات في المنطقة، كما في اللاذقية اليوم كان هناك أيضا قصف بالمدفعية الثقيلة استهدف مصيف سلمى والعديد من القرى، وخاصة في جبل الأكراد وسط اشتباكات على عدة محاور من المنطقة. وأيضا الطيران المروحي اليوم شن عدة غارات، بالإضافة لريف إدلب، يعني اليوم الطيران الحربي استهدف مدينة سراقب وجبل الأربعين وقرى القسم الشمالي، كما حصل أيضا في دير الزور القصف طال الأحياء المحررة، بالإضافة لمدينة درعا قصفت اليوم بالمدفعية الثقيلة وخاصة مدينة أنخل وأحياء درعا البلد. أشكرك مازن، وبالتأكيد سوف نكون معك في حال استجدت أشياء أخرى. شكرا جزيلا.